تواصل مؤسسة حياة كريمة تنفيذ برنامج فاليو لتنمية مهارات الشباب القيادية وتعزيز قدرتهم على الابتكار والعمل الجماعي. برنامج فاليو بيستهدف ان احنا نرفع وعي الشباب ونثقفهم ببعض الموضوعات والمحاور الرئيسيه اللازمه ليهم في الحياه اليوميه واللازمه ليهم كمان في سوق العمل. بيتم اعداد برنامج متخصص للشباب وبيتم تقديم محاور مختلفه على راسها محور رياده الاعمال وكمان محور خطه مصر 2030 ومحور السوفت سكيلز والمهارات الاساسيه المطلوبه للشباب وكمان محور اعداد الشاب ان هو يواكب سوق العمل بعد التخرج. وكمان بيتم إصدار شهادات معتمدة من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومن مؤسسة حياة كريمة لبرنامج فاليو. اتكلمنا في الدورات أو الكورسات اللي فاتت عن ريادة الأعمال وإزاي إن أنا أختار مشروع عن طريق العصف الذهني مثلا، وإن أنا أبدأ الفكرة وإن أنا أعمل لها دراسة جدوى وإن أنا أشوف السوق المناسب لي. الأهداف اللي تعلمت منها إزاي أحط أهدافي، إزاي أرتبها، إزاي أحط خطة طويلة المدى قصيرة المدى متوسطة المدى، وإزاي أضبط رؤية لمستقبلي. وكمان عرفنا رؤية مصر 2030. اتكلموا كمان عن المشروعات القومية، ومش بس كده اتكلموا كمان عن ريادة الأعمال وإزاي كيفية إن يكون في يعني يقدروا إن هم يحصلوا على فرص العمل الحر، وكمان إزاي إن هم يعملوا السيرة الذاتية. بدأنا الأسبوع الأول من فاليو 2024 بمحافظات شمال الصعيد المنيا والفيوم وبني سويف، واستمرينا في الأسبوع الثاني في محافظات إقليم القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والأيوبية، والنهاردة إحنا موجودين في محافظات الدلتا ومحافظات الوجه البحري، وهنستكمل بإذن الله علشان نغطي محافظات مصر كلها ببرنامج فاليو. بيبدأ الطالب بيفكر في بعض من المشروعات اللي بتكون مجرد فكرة بالنسبة له أو وليدة اللحظة، وبيبدأ التفكير فيها وتنمية هذا المشروع والوصول به إلى نهايته اللي بيقدم لتنمية البلد. وبعد ما نستكمل فاليو في كافة محافظات الجمهورية في 2024 هنجمع أفضل وأكفأ العناصر من كل محافظات الجمهورية علشان يلتحقوا ببرنامج فاليو المتقدم، وده إن شاء الله هيكون برنامج بشكل مفصل ومكثف أكتر عن محاور برنامج فاليو.